السلام عليكم. امبارح بالليل تم الاعتداء على مكتب ابو انس ابو الحمص، وتم تمزيق اللافتة زي ما انتم شايفين، وكانوا كبين طاولة المكتب. هذا طبعا ضمن الاعتداءات اللي بمرسوها عايش الشيخ جراح، وتم تطويش سيارة على الشارع، سيارة ابن جيراننا ابن الكسواني. طبعا هذه الاعتداءات راح تزيد في عهد الحكومة الجديدة، ولانه قضية الشيخ جراح لسه ما خلصت، لسه بداياتها، وهذا ضمن الاعتداءات اللي بضايقونا فيها وراح تستمر الاعتداءات. بس احنا هيهم قاموا الارمة تبعت ابو الحمص، وراح نعيد الارمة، ولو يقوموها 100 مرة بنضل نحطها 100 مرة. وهي الارمة الجديدة موجودة وعندنا 100 وحدة، بيقوموها هم واحنا بنحطها، وان شاء الله ان شاء الله احنا بنطلع معهم راس ومع ابوهم راس.